ايوه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، في الطرح الأعداد العشرية بقى، لما بيكون جاي لي ده عدد وكسر، يعني أنا كان لي معايا 3 شوكولاتات وحتة صغيرة، بشيل باكل منهم شوكولاتتين، أكيد هتفضل لي إيه؟ 3 ناقص 2 1، وهتفضل الحتة الصغيرة اللي هي 25%. لكن لما يكون عندي 7 شوكولاتات وباكل منهم 4 وعلامه و325 من الف دي هتبقى صعبه شويه. فقال لك بقى للتسهيل، قال لك للتسهيل نعمل ايه؟ في الطرح بالذات لازم نحط موضوع علامه وصفار عشان ما نتلخبطش. يعني الجمع ممكن ما احطش علامه وصفار، لكن الطرح لازم احط علامه وصفار. يعني ده كده انا ملاحظ جزئين، خلاص حط علامه وصفرين. طب هنا ده 7 جال واحد عدد كلي، خلاص حط لها علامه وكم صفر، ادي 1 2 3، حط لها علامه و3 اصفار. تبقى انت كده امنت نفسك، تبقى انت كده ايه؟ امنت نفسك. طيب هاجي بقى دلوقتي اما اجي اطرح 0 ناقص 5، عشان في ناس كتير بيقول لي 5، لا 0 ناقص 5 ما ينفعش، الصفر اصغر من 5. طب نعمل ايه؟ هنستلف من الصفر مش هينفع، طب هنستلف من الصفر اللي جنبه مش هينفع، هنرجع نستلف من 7 تبقى 6، الصفر ده يبقى 10 والمسلف اللي جنبه هو هيبقى 9، ده يبقى 10 والمسلف اللي جنبه ده يبقى 10 وده يبقى 9. فاحنا بدل اللفه دي كلها ما نقعدش نضيع وقت بقى، احنا ناس كبيره. انا فهمت ان اول صفر بيبقى 10 والباقيين تسعات والرقم ده بيظهر على طول. يبقى دايما لما يجي لي عدد كده طرح وفيه اصفار كده، اول صفر ده تاكد ان هيبقى 10، الصفر اللي بعده ده يبقى 9، الصفر اللي بعده ده يبقى 9، اي اصفار بعده هتبقى 9، بس بشرط ان العدد ده يقل، بدل ما هو 7 هيبقى 6. طب هو قل ليه؟ طبعا لانه هم سالفين منه اصلا، والصفر جه استلف من الصفر ما ينفعش، جه استلف من الصفر ما ينفعش، مستلف من ده اصلا في الاساس. فبقى فاهم ان اول صفر هيبقى هيقلب 10، اللي بعده هيبقى 9، اللي بعده هيبقى 9، كل الاصفار اللي بعده لحد ما نوصل للعدد هنخليه ايه؟ نقلله 1 يبقى 6. طب ونبتدي نطرح بقى العلامه، طبعا ما ننساش موجوده اهي. طب 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 2 7. يبقى ما استعجلش يا جماعه وقول 0 ناقص 5 ب 5. ازاي 0 ناقص 5 ب 5؟ صفر تشيل منه 5 ما ينفعش، صغير ناقص كبير ما ينفعش، لازم الاعداد هنا تكون اكبر من الاعداد هنا في الطرح. طيب 9 ناقص 2 7، 9 ناقص 3 6، علامه 6 ناقص 4 2، فقابلني العلامه على الطرح. طيب لو جينا على دي سهله بقى مباشره، 8 73 من 37 من 100، دول 3 اعداد، او دول 2 بس، خلاص حط ده صفر وابتدي اطرح. طبعا الصفر مش نافع ناقص 6، هنستلف له من 7 تبقى 6 وده هيبقى 10. طيب 10 ناقص 6 4، 6 ناقص 5 1، 3 ناقص 1 2، علامة 8 ناقص 2 6، خلص. نخش على اللي بعديها، ده رقمين وده رقم، خلاص حط ده صفر. دي 5 ناقص 0 بقى عادي، 5 ناقص 0 عادي، ب 5 طالما ده اكبر، طالما الاولاني ده اكبر من ده عادي مش مشكلة. لكن في ناس يقول لك 0 ناقص 5 5، ازاي؟ لازم ده يكون اكبر من ده. 3 ناقص 7 مش نافع، خلاص هيستلف من اللي جنبها بديه 5، ودي 13، 13 ناقص 7 6، قابلتنا العلامه ننزلها 5 ناقص 2 3، وخلص على كده موضوع الايه؟ طرح الاعداد العشريه. اتمنى ان يكون ان شاء الله اتفهم، يعني موضوع سهل وبسيط.